رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود المسلحين الأجانب داخل البلاد، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 من شهر أكتوبر الماضي والقاضي بخروج القوات الأجنبية من البلاد، إلا أنه ما تزال عملية إخراج المسلحين الأجانب الموالين لتركيا متعثرة. فالمرصد السوري أعلن توقف عملية إعادة هؤلاء المسلحين الموالين لتركيا من ليبيا إلى بلادهم، وأعرب المرصد السوري عن خشيته من أن تكون عودة قلة قليلة من المسلحين الأجانب الموالين لتركيا مناورة من أنقرة، حيث أنه لا يزال هناك نحو 7000 مسلح أجنبي موالين لها موجودين بليبيا. ووفقا للمرصد أيضا، فإن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المسلحين الأجانب لا يرغبون بالعودة إلى سوريا، بل يريدون وسيلة للذهاب إلى أوروبا. مع التقدم على الصعيد السياسي وتزامنا مع التحركات الدبلوماسية في ليبيا ومع صمود وقف إطلاق النار، لا تسير عملية إخراج المسلحين الأجانب الموالين لتركيا على النحو المطلوب. المرصد السوري قال إن الدفعة الأخيرة التي غادرت ليبيا في 25 من الشهر الماضي لم تصل إلى سوريا، وإن هناك مجموعة مؤلفة من نحو 380 من الفصائل الموالية لأنقرة وصلت إلى الأراضي التركية خلال الأيام الماضية. ومن منطقة عفرين أفاد المرصد السوري أن فصيلا مسلحا يجهز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا، وأنه لم ترد معلومات مؤكدة حول وجهتهم بعد ذلك التي يرجح المرصد أنها ستكون ليبيا. وكان المرصد السوري قد نشر أن أوامر وصلت للمسلحين السوريين الموالين لأنقرة والمتواجدين على الأراضي الليبية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا، وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسلهم إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك. وأشار المرصد إلى الاستياء الكبير في أوساط المسلحين الأجانب من حملة الجنسية السورية في ظل توقف عودتهم إلى بلادهم، بعد أن كانت دفعة مؤلفة من 120 مسلحا قد عادت إلى سوريا، حيث يخشون من أن تكون عودة البعض لأغراض إعلامية، إذ يوجد على الأراضي الليبية نحو 7000 مسلح أجنبي حتى الآن. إخراج المسلحين الأجانب من ليبيا شرط أساسي لحصول حكومة الوحدة الجديدة على الدعم الأوروبي، هذا ما خرج على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مؤتمر صحفي في طرابلس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والتي أكدت هي الأخرى على أن استراتيجية حكومة دبيبة واضحة وجادة تجاه مغادرة المسلحين الأجانب من الأراضي الليبية فوراً. نؤكد على استراتيجيتنا واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فورا. نحن نريد أن ندعمكم حتى تقوموا ببناء بلدكم، ولكن بشروط. كل المرتزقة والجنود يجب أن يغادروا البلاد. We encourage all institutions نحن نشجع أن تقوم الانتخابات في وقتها المحدد، ونريد أن نقوم بدعمكم بشكل أكبر. وينضم إلينا ضيفانا من لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، ومن بنغازي ناصف الفرجاني الكاتب والباحث السياسي، أهلا بكما معنا في الحصة المغاربية. سيد عبد الرحمن، لماذا توقفت تركيا عن سحب مقاتليها من طرابلس بعد أن قامت بترحيل أول مجموعة منهم في الفترة القليلة الماضية؟ نعم، مساء الخير. طبعا قد نعتقد بأنها هي أول مجموعة منهم، ولكن الواقع بأنها ليست أول مجموعة منهم، هي عملية تبديل مثل ما كان يجري في الأسابيع الماضية. عملية عودة الدفعات الحقيقية لهؤلاء المرتزقة توقفت في منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر الفائت، ولكن ما كان يجري هو عملية تبديل. صدرت الأوامر للمرتزقة في غرب ليبيا احزموا الحقائب، المهمة انتهت، ولكن على ما يبدو أن هذه الأوامر كانت إعلامية لا أكثر ولا أقل. والدليل على ذلك بأن أبو عمشة أو ما يعرف بفصيل السلطان سليمان شاه
الذي يسيطر على مناطق تابعه للاحتلال التركي في عفرين ارسل 380 مقاتلا باتجاه الاراضي التركيه مقابل 500 دولار شهريه، وايضا هؤلاء وصلوا بالفعل الى الاراضي الليبيه، لم يعودوا موجودين في الاراضي التركيه. بالاضافه مع هل هذه معلومات مؤكده سيد عبد الرحمن؟ بشكل قطعي هم لم يعودوا في تركيا، لم يعودوا الى سوريا، جرى اخراجهم الى ليبيا. ايضا دعني اقول لك بان هناك 150 مقاتلا كان من المفترض انهم حزموا حقائبهم باتجاه الاراضي السوريه باطار العوده لسوريا، هؤلاء لم يصلوا الى سوريا ولم يصلوا الى تركيا، اين ذهب هؤلاء؟ هل هم بالفعل خرجوا من الاراضي التركيه باتجاه اوروبا كعمليه تهريب، ام هم دخلوا يعني هم لا يزالون داخل الاراضي الليبيه وانتقلوا الى بقعه جغرافيه اخرى؟ يعني انا كنت مع احد المسؤولين الاتراك على احد الفضائيات، هو يرفض الاعتراف اساسا بوجود هؤلاء المرتزقة داخل الأراضي الليبية على الرغم من فضح هؤلاء المرتزقة لأنفسهم بالصوت والصورة وظهورهم على في أرض المعركة وظهورهم في يعني أشرطة مصورة يقولون بأنهم يتواجدون في ليبيا. لذلك أقول على الاتحاد الأوروبي والذي غالبيته هو بيرفض وجود هؤلاء المرتزقة، وعلى السلطات الفرنسية أن تعلم بأن المرتزقة لا يزالون يتواجدون في الأراضي الليبية. إن كان هؤلاء المقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا سيد ناصف الفرجاني وأرسلتهم تركيا وفق اتفاقية مشروعة مثل ما تقول هي وتقول حكومة الوفاق فيما سبق، لماذا لا يعترفون بوجودهم مثل ما أشار الآن السيد عبد الرحمن؟ الوجود التركي في ليبيا، يعني هناك التفاف من تركيا على الاستحقاق الوفاق الوطني داخل ليبيا، وهو ضرورة إخراج المرتزقة والقوى الأجنبية، لكن المجتمع الدولي غير جاد حتى الآن ويقتصر دوره على التصريحات والبيانات دون ممارسة ضغوطات حقيقية على لكن قبل المجتمع الدولي سيد فرجاني، قبل المجتمع الدولي ما يعني ماذا يعني كل هذا الإنكار من قبل الجانب التركي على وجود قوات أجنبية موالية له أرسلها بالفعل إلى ليبيا ورصدتها كل المراصد وكل التقارير الدولية؟ بعد كل هذا ما يزال هناك إنكار تركي، ما الهدف منه؟ أنت تعلم أن هذا إجراء غير قانوني وغير شرعي، وكثير ما تمارسه تركيا في عدد من الدول. احتراف تركيا بوجود مرتزقة أمر يسيء جدا إلى سمعة تركيا، خاصة أنها دولة عضو في حلف الناتو، وبالتالي التنكر للأعمال الغير شرعية هي من طبيعة الحكومة التركية. لا يمكن لتركيا أن تحترف بعمل غير شرعي، هي أقصى ما يمكن أن تحترف به تلك الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة السراج. أما أن تحتفظ بالمرتزقة صراحة رغم كل التوثيق ورغم أن وسائل التقنية والتقنيات المتقدمة جدا أثبتت دخولهم ووجودهم وأثبتت دخول كثير من الأسلحة، لكنهم لا زالوا يتنكرون لهذا الأمر لأنه غير قانوني وسيترتب عليه إجراءات وضغوطات دولية أخرى. لكن قد يقول قائل سيد الفرجاني، قد يقول قائل لماذا لا يصدر تصريح أو توضيح رسمي من قبل المجلس الرئاسي أو الحكومة الجديدين بخصوص هل سوف تسحب تركيا فعلا مقاتليها من ليبيا أم لا؟ يعني للآن لم يصدر أي توضيح من قبل لا المنيفي ولا دبيبة، بل أن تركيا تربط بقاء استمرار مقاتليها في طرابلس بطلب الحكومة الجديدة من عدمه. من ناحية أن السلطة لا زالت في مهدها ولم تتهيأ بعد لاتخاذ هكذا مواقف قوية، من ناحية أخرى التواجد التركي في ليبيا يتخذ شكلين. الشكل الأول هو وفق اتفاقية رسمية مع الوفاق، وهذه الاتفاقية سعت تركيا في اتفاق جنيف بإدراج فقرة تمنع السلطة الحالية من تناول هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو إلغائها، وبالتالي أصبحت سلطة مقيدة فيما يتعلق بالوجود التركي وفق الاتفاقية مع حكومة السراج. أما الجانب الآخر لا يمكن الحديث له بشكل رسمي لأن تركيا تتنكر إلى هذا الجانب، لكن من منظور أبعد من ذلك وهو منظور سياسي، كل هذا الجهد التي قامت به تركيا في
بتواجدها في ليبيا وهذا الكم الهائل من الدعم من الأسلحة لابد أن يكون له ثمن باهظ، ولا يمكن لتركيا أن تغلق هذا الملف وفق حسابات داخلية محلية بسيطة جدا تتعلق بالسلطة الحالية. الأمر أكبر من ذلك. طيب دعني أعود إلى سيد عبد الرحمن، لو تحدثنا سيد عبد الرحمن عن الكيفية التي يوجد بها مقاتلو تركيا اليوم داخل ليبيا، ما ظروفهم، ما أوضاعهم، ما أعدادهم، هل يرغبون في البقاء أم الخروج؟ لا هناك الغالبية الساحقة منهم كانت ترغب في الخروج من الأراضي الليبية، ولكن يعني دعني أقول لك بأن ليبيا تركيا هم يعني يتصرفون بشكل خطير جدا، هم قطعوا الإمدادات المالية عن ما تعرف بفصائل الجيش الوطني التابعة للائتلاف السوري المعارض خلال الأسابيع أو الأشهر الفائتة. بمقابل ذلك هؤلاء المرتزقة الذين يتواجدون في ليبيا لا يحصلون على 2000 دولار الآن التي وعدوا بها، يحصلون على 500 دولار، حتى 500 دولار هم يفضلونها على أن يعودوا إلى المجهول داخل الأراضي السورية. هم راضقون بشكل كامل للهيمنة التركية للسلطات التركية. قبل أشهر كانوا هم يودون الخروج من ليبيا، يودون العودة إلى الأراضي السورية، وغالبيتهم يود أن يخرج إلى أوروبا ويصبح لاجئ في أوروبا على أن يعود إلى القتال في تلك المنطقة التي قد يحصل يعني يكون تحت رحمة أبو عمشة الذي اليوم قام بتوزيع مكرمة منه وكأنه رئيس دولة 300 ليرة تركية على مقاتلين المتواجدين في سوريا والموظفين. هؤلاء الآن يعني المقاتلين المتواجدين في ليبيا دعني أقول لك بأنهم الآن هم بين حيرة، أين يذهبون؟ هل يبقون في ليبيا وهم منبوذين من قبل أبناء الشعب الليبي؟ هل هناك إمكانية لذهابهم إلى أوروبا؟ ماذا لو علم بأنهم كانوا يقاتلون كمرتزقة في أوروبا؟ هل سيحاكمون في أوروبا؟ هل يعودون إلى المجهول داخل الأراضي السورية كي تستخدمهم الحكومة التركية في بقعة أخرى؟ لو كان هناك نية حقيقة الأمر لحكومة أردوغان بإعادة هؤلاء، كيف أرسلت نحو 380 مقاتل في مهمة حراسة القواعد التركية في ليبيا؟ وأيضا أقول لك هم مهمة حراسة القواعد التركية، لماذا يأخذون السوريين لحراسة القواعد التركية؟ لماذا لا تحرسها القوات التركية؟ لأنهم لا يهتمون لهؤلاء السوريين، إذا قتلوا وإذا بقوا يعني وإذا كانوا ضحية هجمات قد تستهدف القوات التركية في ليبيا، لا يهم هذا الأمر بالنسبة لتركيا. ما يهم تركيا مثل ما قال ضيفك مصالح تركيا داخل الأراضي الليبية. لكن دعني أقول لك حيثية، بدلا من أن تعاقب دول الاتحاد الأوروبي تركيا، تركيا قامت بشن حملة على المرصد بأنه تحدث عن قضية المرتزقة الذين نقل إلى ليبيا. فيما يتعلق بالموقف الدولي كان يتحدث ضيفنا عن ذلك، يعني سيد عبد الرحمن، هل الأمريكيون والأوروبيون جادون فعلا في الضغط على تركيا لسحب مقاتليها من الأراضي الليبية؟ نحن نسمع مطالباتهم منذ مدة وتركيا لم تفعل أي شيء إزاء ذلك. فرنسا هي التي تتصدر المشهد في إطار محاولة الضغط على الحكومة التركية. أنت استبقتك بالإجابة، بدلا من أن تقوم هذه الدول بمعاقبة تركيا لأنها تستخدم المرتزقة، وزير الخارجية التركي يقوم بشن حملة ضمن الخارجيات لأننا نحن نتحدث ووثقنا قضية المرتزقة. لذلك أقول فرنسا هي التي تتصدر المشهد. هناك بعض الدول الأوروبية يرغبون بالتأديب تركيا، ولكن هناك دول أخرى في داخل الاتحاد الأوروبي حقيقة الأمر هي تدعم أردوغان وكأن أردوغان جزء من الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح، مرتزقة تركيا مقابل مرتزقة باغنر الموجودين شرق ليبيا لحماية الشركات النفطية. سيد نصف الفرجاني، لعلك استمعت إلى تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قالت للمسؤول الأوروبي وقالت للليبيين على القوات الأجنبية أن تخرج فورا من ليبيا، في الوقت الذي يقول فيه عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة أن إخراج المقاتلين الأجانب يتطلب الحكمة والتروي، أي موقف من هذه الحكومة نعتمد من التصريحين؟ كلا الموقفين لا يخرجان عن إطار المجاملات السياسية، ويعني أن قضية خروج القوات الأجنبية ستكون هي العقبة الكاداء أمام هذه السلطة الحالية. لم نشهد حتى الآن مواقف قوية من هذه السلطة بجميع أجنحتها ضد القوات الأجنبية وضد القوات التركية بالتحديد. وبالتالي هذه المسألة، ما يضعف السلطة الحالية سيد نبيل هو ما ورد في اتفاق جنيف من فقرة
يعني بذلت تركيا ضغوطات كبيرة لإدخالها إلى هذا الاتفاق، وهو يمنع السلطات الحالية من التطرق أو من التعديل أو من إلغاء أو إيقاف الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق، وبالتالي أي يدها مغلولة هذه السلطة. ما يحاول المنفي حاليا أن يتجه إليه، وإذا نجح فيه ستواجه القوات التواجد التركي في ليبيا مأزق حقيقي، هو السيطرة على المؤسسات المالية لضمان عدم صرف أي أموال من أي مؤسسة ليبيا عامة وخاصة المصرف المركزي لتمويل هؤلاء المرتزقة، لأن تركيا من ضمن شروط أردوغان التي أملاها على السيد المنفي في فترة سابقة التزام ليبيا بتسديد كل مستحقات المرتزقة بما فيها نقلهم إلى الخارج، وبالتالي تركيا ستمارس ضغوطات. ولكن إذا توقعنا أن تركيا دخلت ليبيا بهذا الحجم فقط لقضية إخراج مرتزقة أو لذلك، فنحن واهمون. تركيا لديها حسابات سياسية ولديها مصالح تتعلق بشرق المتوسط وحسابات أخرى، ستكون خروج المرتزقة من ليبيا ضمن هذه الحسابات. شكرا لكما، من بنغازي ناصف الفرجاني الكاتب والمحلل والباحث السياسي، ومن لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري.